أهلا بكم، والبداية من ليبيا، حيث بدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب. هذا وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إلى أن قبول الترشح للانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما سيستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 من ديسمبر المقبل. هذا وأكد رئيس المفوضية الالتزام بالإجراءات واللوائح التنظيمية التي وضعت لهذا الغرض والتي سوف تنشر على موقع المفوضية، ويستطيع كل مترشح أن يطلع عليها.